كلمة الآب الإله الذي قبل الدهور رئيس الكهنة الأعظم الذي تجسد وتأنس من أجل خلاص جنس البشر ودعا له من جميع الأمم جنسا مختارا مملكة وكهنوتا وأمة مقدسة وشعبا مبررا. احتفلنا بالعيد الرابع لتأسيس الكنيسة هنا في مقاطعة زيلاند في أقصى جنوب غرب هولندا، وكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أرسينيوس معلم أولاد الملوك بترعى مجموعة من العائلات تقدر بحوالي 75 أسرة في المنطقة، وبيرعاها قدس أبونا حنا صابر، وكنيسة مجموعة صغيرة لكنهم نشطين ومندمجين مع بعض ودايما أصحاب أفكار جديدة وأنشطة روحية واجتماعية جميلة جدا. وتبركت هذه الكنيسة بزيارة قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني في مايو سنة 15 وباركها ودشنها وقضى يوم جميل مع الشعب هنا وشجعهم وفرح بالأطفال وحياهم وصور معاهم ووزع عليهم هدايا تذكارية خاصة به هو نفسه بقدسته. وإحنا كلنا جينا النهاردة وشاركناهم هذا الاحتفال وفرحنا معاهم بالمناسبة السعيدة ديت، وبنتمنى لهم مزيد من النمو ومزيد من التقدم في الحياة الروحية ومزيد من العمل الروحي الجاد والخدمة والكرازة والتبشير باسم المسيح، لأن المقاطعة هنا هادية خالص وما زالت بتحتفظ برونقها وجمالها وطبيعتها المتدينة. شاركونا النهاردة في الاحتفال مجموعة من الكنيسة البروتستانتية الجنبنا وأيضا مجموعة من الكنائس الأخرى دايما بتبقى معانا تشاركنا هذا الاحتفال. نحييكم من هذا المكان وهو مكان هادي ولذيذ، و شعب هذا المكان مشهورين دايما بأنهم كانوا من المبشرين وكانوا من البحارة، وبيرجع لهم الفضل في اكتشاف قارة نيوزيلند بعد استراليا، هم اللي اكتشفوها خرجوا من المنطقة هنا. وعظيم جدا الكنيسة القبطية يبقى لها وجود في هذا المكان وتبقى معروفة على هذا المستوى. شكرا جزيلا ونحييكم وكل سنة وانتم طيبين. الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. النهاردة العيد الرابع لتدشين كنيسة العذراء والعظيم أرسينيوس معلم الأراضي الملوك، كان يوم مفرح جدا بتشريف سيدنا لينا وبعض الآباء الكهنة اللي موجودين من جم من شرق وغرب وجنوب كل أنحاء هولندا، وبعض الضيوف الكرام اللي جم فرحونا. كنيستنا هنا في زيلاند كنيسة جميلة بسيطة زي ما حضراتكم شفتوا كده، عدد الشعب اللي موجود فيها عدد معقول حلو خالص، بيقوموا بخدمة جميلة عشان يخرج الحفل النهاردة بالشكل اللي حضرتك شفتيه دوت. تعبوا خالص بقالهم كذا يوم بيسهروا في الكنيسة عشان يخرجوها، حاسين الكنيسة بتاعتهم حقيقي، عملوا مجهود كتير جدا والعذراء كانت واقفة معانا في كل حاجة عملناها.
طبعا احنا هنا في كابيلا سيلاند، وبقالنا 4 سنين كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا أرسينيوس معلم أولاد الملوك. الكنيسة هنا هو في جنوب هولندا، والحمد لله كان سيدنا عندنا النهاردة سيدنا أرساني، ربنا يحافظ عليه دايما معانا ودايما بيراعينا. فيعني احنا ممتنين جدا من سيدنا، ونتمنى ان كنيستنا تكبر اكثر واكثر. ويعني بنشكركم ونشكر الناس اللي جم وساعدونا وتعاونوا معانا